جد سعيدة أنني اليوم حاضرة في واحد المعلمة وواحد الشيء جميل في واحد المنطقة اللي هي بنسيك الدار البيضاء. تنشكر على كل من سهر ووقف وساهم من بعيد ومن قريب. كنشكر عامي صاحب الجلالة، كنشكر المندوبة الجهوية ديال الثقافة الأخت حفيظة، كنشكر كل كبير وصغير اللي ساهم في هذه المعلمة التاريخية اللي هو مسرح المسرح ديال بنسيك. المسرح كما كنقولوا مسرح أبو الفنون اللي داخل دابا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك في إطار يعني اليوم الوطني للمسرح. شكرا للجميع وتحياتي، وانا جد سعيده وكل الفنانين سعيدين بهذه البادره الطيبه اللي قاموا بها. تحياتي وتنقول ساكنه ديال بمسيك هنيئا لكم بهذا يعني بهذه المعلمه التاريخيه. تبارك الله عليكم، والمسرح ابو الفنون. تحياتي.